الله الرحمن الرحيم. حصة الرياضيات لطلبة الصف الخامس، اليوم إن شاء الله يا خامس راح نكمل حل أسئلة اختبار الوحدة صفحة 38-39. وصلنا لسؤال رقم 8، أضع الرمز أكبر أو أصغر أو يساوي في المربع لتصبح العبارة صحيحة. طبعا للمقارنة بين الكسور العشرية نبدأ في البداية من العدد الكلي، عندي هنا 22، عندي هنا 12، ال 22 أكبر من ال 12 فنضع إشارة أكبر. رقم 9، 17981، بدي أقارنها مع 17983. نبدأ في العدد الكلي، 17 متساويين، ننتقل هلا للأجزاء، 9 9، 8 8، الآن عندي هون 1 3، الثلاثة أكبر من الواحد فنضع إشارة أكبر. السؤال رقم 10، أصل كل عملية جمع أو طرح بالناتج المناسب. طبعا عشان أجمعهم أول شيء بجمع الأعداد الصحيحة، 3 + 1 = 4، عملية جمع احنا بنجمع من اليمين لليسار، يا خامس عملية الجمع بتكون من اليمين إلى اليسار. نجمع هلا جزء من 100، 5 + 5 = 10، 0 و1 باليد، 1 + 6 = 7، بنحط الفاصلة العشرية، 1 + 3 = 4، فيصبح الناتج 74%. 74% هي نفسها 4 و7 بالعشرة، لأنه حكينا الأصفار الموجودة على أقصى اليمين ليس لها قيمة، فرح نوصلها مع 4 و7 بالعشرة. الآن المسألة الثانية بنفس الطريقة، رح أطرح 8.5 ناقص 4.8، نبدأ من اليمين لليسار، 5 ناقص 8 لا يجوز، نستلف من الثمانية، الثمانية بتصير 7 والخمسة بتصير 15 ويساوي 15 ناقص 8 = 7، ننزل فاصلة عشرية، 7 ناقص 4 = 3، إذا 3.7. نقوم بتوصيلها مع النتيجة الأخيرة. الآن بدي أجمع زي ما حكينا، بنجمع من اليسار إلى اليمين، من اليمين إلى اليسار نحكي 5 + 5 = 10، 0 و1 باليد، 5 + 1 = 6 + 2 = 8، 4 + 1 = 5. هلأ 85% هي نفسها 5.8، فبنوصلها. آخر مسألة بدنا نطرح 11.4 ناقص 6.6، هاي المسألة رح أوريكم إياها بالطريقة العمودية، 11.4 ناقص 6.6، شوفوا كيف أنا رتبت المنازل وخليت منازلي متساوية. الآن عملية الطرح بتكون من اليمين إلى اليسار، 4 ناقص 6، طبعا أنا بفضل كلهم نكتبهم بهاي الطريقة أفضل يا خامس، لما نرتبهم تحت بعض بسهل علي الحل، 4 ناقص 6 لا يجوز، الواحد بصير 0 والأربعة بتصير 14، 14 ناقص 6 = 8، بننزل فاصلة عشرية، 0 ناقص 6 لا يجوز، نستلف منهم من الواحد، الواحد بصير 0 والصفر بصير 10، 10 ناقص 6 = 4، إذا الناتج 4.8. ننتقل الآن لصفحة 39، السؤال الأول، ضع إشارة صح أمام العبارة الصحيحة وإشارة خطأ أمام العبارة الخاطئة أو الغير صحيحة. طبعا لاحظ هنا هذا عدد كلي 4030، بدي أقسمه على 100، إحنا حكينا لما بدي أقسم على 100 أنا بحرك الفاصلة العشرية نحو اليسار حسب عدد الأصفار. طبعا هون ما في فاصلة عشرية، فالفاصلة العشرية هيها يا ثامن، احنا بنحطها هون يا خامس. الآن بدي أحركها خطوتين نحو اليسار، 1 2، فيصبح الناتج 4.0. هل هذا الجواب هو نفس هذا الجواب؟ لا، إذا الإجابة خاطئة. رقم 12، 1.9 ضرب 100، في حالة الضرب بنحرك الفاصلة العشرية نحو اليمين، بما إنه المية عندها صفرين رح أحركها منزلتين،
واحد اثنان، فبصير الفاصلة العشرية هون، يعني بيطلع الجواب واحد صفر تسعة. 109 كم طلع الجواب عندي هون؟ 190. هذه الإجابة خاطئة. رقم 13، 9 من 100 ضرب 10. بالضرب بحرك الفاصلة نحو اليمين بنفس عدد الأصفار، فرح أحرك الفاصلة منزلة واحدة، فبتصير 0.9. نفس الجواب، 9 من 10 9 من 10، إذا إجابة صحيحة. رقم 14، 7000 تقسيم 1000. السبع آلاف هون الفاصلة العشرية، بما أنه تقسيم ألف عند أحرك الفاصلة العشرية نحو اليسار ثلاث منازل، واحد اثنان ثلاث، وين بتصير الفاصلة العشرية هون؟ يعني الجواب سبعة، كم كاتب الجواب هون؟ 7 من 10. هذه الإجابة خاطئة. السؤال رقم 15، أرتب الأعداد الآتية تنازليا من الأكبر إلى الأصغر. لاحظ أول شيء بنبلش من العدد الكلي، صفر 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 صفر، متساوي. هلا بنروح على منطقة الجزء من 10، صفر ثمانية ثمانية صفر ثمانية، بنلاحظ إنه ثمانية أكبر من الصفر. هلا بدي أقارن هدول اللي فيهم ثمانية، نيجي للجزء من 100، ثمانية ثمانية ستة، هدول الاثنين فيهم ثمانية. هلا هون عندي ثمانية، هون ما في إشي، بكون صفر، فمين أكبر، الثمانية ولا الصفر؟ أكيد الثمانية، فهذا هو العدد الأول. هلا عندي هون 880، هون 867، احنا حكينا 8 أكبر من 6، فبكون هذا رقم 2 وهاي رقم 3. الآن في عندي هدول الكسرين، 0 0 0 0 0 1، الواحد أكبر من الصفر، إذا هذا رقم 4، وهاي راح تكون أكبر شيء أصغر شيء اللي هي رقم 5، 9 من 1000. السؤال 16، أحدد النسبة المئوية التي يمثلها الجزء المضلل في كل من الشكلين الآتيين. طبعا أول شيء لازم أعبر عنها بكسر 20، كمان بنبسطه مقام. البسط هو عدد الأجزاء المضللة، 1 2 3 4 5 6. المقام 10 كل الأجزاء، رح نضرب البسط والمقام بالعدد 10 عشان يصير 100، بدي نسبة مئوية. 6 في 10 60 على 100 ويساوي 60%. رقم 17، عدد الأجزاء المضللة 3، عدد الأجزاء الكلي 5، ما بصير يكون المقام 5، فرح نضرب البسط والمقام في العدد 20، 3 في 20 60، 5 في 20 100 ويساوي 60%. الآن 18 19 20، أقدر ناتج الجمع أو الطرح ثم أجده. طبعا تقدير، وبما أنه مش محدد لي المنزل يا خامس، راح نقدر لأقرب عدد صحيح. تمام. الآن لاحظ هون عندي واحد وهون عندي واحد، راح ناخذ أقرب عدد صحيح لأنه مش محدد لي، وبصير أقرب جزء من 10، وبصير ناخذ أقرب جزء من 100، بصير أختار الجزء اللي بدي إياه. تمام. الآن الثلاثة ما بتعطي الواحد، بضل واحد، ناقص الصفر ما بيعطي للواحد، بضل واحد، واحد ناقص واحد صفر. رقم 19، أقرب عدد صحيح هو 17، الثلاثة ما بتعطي 17، بتضلها نفس ما هي، زائد التسعة بتعطي 17 كريمة، بتصير 18. بدي أجمع 7 زائد 8 15، 5 و 1 باليد، 1 زائد 1 2 زائد 1 3، 35. أقرب عدد صحيح، الثمانية بتعطي الثلاث بتصير 4، زائد التسعة بتعطي الاثنين، لاحظوا هاي الأرقام اللي بتعطي، التسعة بتعطي الاثنين بتصير 3، 4 زائد 3 7. هيك بنكون حلينا اختبار الوحدة. يعطيكم العافية يا خامس.